الناس اللي عمالة تسب وتلعن في 2020 وإنها سنة مش عارفين كانت مستخبية لنا فين، وإنها سنة مش قادرين نلاحق عليها منين ولا منين، وإنها كانت أسوأ سنة عدت عليهم، وإنها تكون أسوأ ذكرى في حياتهم مرت بيهم. ممكن سؤال بسيط بالعقل كده، ليه كل ده؟ طول عمرنا كان نفسنا نشتغل من البيت وحصل، طول عمرنا كان نفسنا نقضي رمضان في البيت وحصل، طول عمرنا كان نفسنا أولادنا ينجحوا من غير سناتر ودروس وحصل، طول عمرنا كان نفسنا عيالنا يبطلوا أكل برة ونوفر الفلوس وحصل، طول عمرنا كان نفسنا ننتخ في الليفنج ونتابع المسلسلات بفواصل الإعلانات وحصل، طول عمرنا كرجالة كان نفسنا إن الستات تبطل شوبينج ولف على المولات وحصل، طول عمرنا والستات نفسها رجالتها يقعدوا جنبهم في بيوتهم ويبطلوا كافيهات وحصل، وغيره كتير وكتير كان نفسنا طول عمرنا وكنا دايما نفكر فيه ونقول ياه لو حصل نتبسط بيه. وهو ليه بقى لما حصل ما بقيناش مبسوطين منه وسخطين عليه؟ ليه لما حصل ما بقيناش فاكرين اننا بنفسنا اللي حلمنا بيه؟ ليه لما حصل ما فكرناش ان عقلنا هو اللي خلى كل ده يحصل وفي لحظات نلاقيه؟ مش ياما حذرنا من قانون العقل الباطن ان ما تركز عليه تحصل عليه؟ مش ياما قلنا ان عقولنا مش بس بتتحكم فينا انما كمان بتصنع الواقع من حوالينا؟ وبعد كل ده نسأل هو فيه ايه؟ ولان مش اداة نفي ولان العقل الباطن مش بيقبل ولا بيفهم صيغة النفي، خلينا نوجه العقل ده لمصلحتنا ونتعلم أسلوب العقل الحكيم في حياتنا من شخص جميل ضمن اللي سمعتهم في شكواهم عن سنتهم. قال لي لما جالي هو بيحكي عن حكايته وحكايتهم إن شغله قل وسفرياته قلت والتزاماته كترت، وإن زوجته جالها كورونا وتعبت وأخدت شهور عقبال ما خفت، وإن ابنه اتحجز في بلد تانية شهور أكتر على ما المطارات فتحت، وإن بنته جالها نوبات هلع لما لأعداد الإصابات والمتوفيين عرفت، وإن والده حجز نفسه في بيته أكتر من نص السنة لحد ما الموجة ضعفت، وإن والدته اضطرت تلازم والده وبعد فترة لما حللت بالصدفة لإصابتها اكتشفت، وإن 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 وفضل يحكي ويئن لحد ما السنة خلصت. وقبل ما الجلسة تخلص قال لي هق ليا حق ألعن وأسب في السنة دي ولا لأ؟ قلت حقك بس جايز تنسى لعنك لما ناقشك، لما تعرف حد تاني زرني قبلك سألته مالك قال لي في نعمة وفضل جتلك. حكى لي ان شغله قل صحيح لكنه لسه شغال، وان زوجته بالفيروس اتصابت لكنها قامت منه بصحه للعيال، وان ابنه لما رجع له سالم من تجربته في الغربه حكى ليه وبقى ليه في النجاح مجال، وان بنته لما راحت تتعالج من هلعها عرفت ان علاج قلقها والوساوس مش محال، وان والده لو لحجزه لنفسه كان زمانه بنزوله اذى نفسه بحكم سنه، وان امه اتصابت وخفت ولا هي عرفت الا صدفه بحكمه منه، وإنه عاش ويا زوجته هي جنبه، وإن ابنه وبنته كمان في حضنه، وإن أبوه وأمه لسه بيدعوا ليه ويشيلوا عنه، هي هي نفس الظروف، هي هي نفس المواقف، شافها هو بعقل حكمة شفتها أنت بعقل خايف. شفت زوجتك لما تعبت، طب واللي جاله نفس تعبها وما خفش. شفت ابنك لما غاب، طب واللي عنده ابن زيه واتصاب. شفت بنتك لما خافت، طب واللي راحت بنته منه زي السراب. شفت أمك جنب أبوك، تعمل ايه لو زي غيرك شفت حبايبك قصادك بالبطيء بيسيبوك؟ قول لي يلا من تاني هق، لساك معترض على اللي كان في السنه دي ولا لا؟ لساك شايفها سنه سودة ولا شايفها باحداثها كلها رساله من خالقنا وللحق عوده؟ لما نسال نفسنا بالصراحه هو كان ايه في نفسنا بصراحه؟ ايه اللي فكرنا فيه نعمله اول ما تنتهي الازمه من وقاحه؟ هي دي الاجابه الصح، ان ربك منعنا عن غلط من كتر ما استمرينا فيه افتكرناه انه صح، وإن السنة دي بكل أحداثها تخليك تراجع حياتك كلها بكل ما فيها من مواقفها وناسها، يمكن تلاقي في السنة دي بكل وسواسها أفضل روشتة تعيش بيها أحسن حياة بعدها. ودي كانت روشتة حياة عشان تعيش أحسن حياة. أشوفك بعقل واعي ونفس راقية. أشوفكم بكل خير. دكتور أحمد هارون.